بيعجبني قوي الناس اللي بتيجي بصدق وتقولك حلو قوي اللبس ده، برافو اتصرفت صح في الموقف الفلاني، حلو قوي ريحة البرفيوم دي، لما يشوفك يقولك وحشتني، لو شاف صورة ليك او قرالك بوست يدوس لايك او يكتب تعليق يفرحك. الناس دي عندها سلام داخلي وبينشروا طاقة ايجابية رهيبة، ما عندهمش اي مشكلة انهم يقولوا كلام حلو ايجابي يفرحك، ومش عايزين منك اي مقابل، ومجرد ما تقف معاهم دقيقتين تلاقي يومك بقى جميل. الناس دي من جوه نظيفة قوي وشبعانين جدا وواثقين من نفسهم. انا فعلا بحب اتعامل وقابل ناس من دي كتير، وبحاول اني اكون زيهم. فعلا الناس دي حاجة تفرح. واحد صاحبي بيحكي لي عن موقف شافه، بيقول ان كان في راجل راكب عربية هامر وبيهدي عند مطب، سمع واحد بيقول لصاحبه ادي يا عم الناس اللي عايشة، مش احنا اللي حظنا فقر. الراجل سمعه فركن العربية ونزله وناداله وقال له انا عندي فشل كلوي وكليتي بايظة، ايه رأيك تاخد عربيتي وتديني كليتك؟ طب اقول لك انا ما بخلفش، تاخد كل ثروتي وتديني عيل من عيالك؟ رد وقال له لا طبعا، خليك في شيلتك يا عم، انا كده عشت زي الفل. غريب طبع البشر، يفضل يعد في المصايب وينسى النعم. مراته اللي بيشتكي منها كان هيموت علشان يتجوزها، زهقان من دوشة العيال ومصاريفهم، وكان بيتمنى في يوم يسمع كلمة بابا. قرفان من الشغل وقلة المرتب، وكان قبلها بيوصي ألف واحد يدور له على أي شغلانة والسلام. كل واحد مننا واخد حقه 24 قيراط، فاحمدوا ربنا على كل نعمة انتوا فيها. إلى اللقاء.